انا كنت قبل ما يقصفوا الجامع كنت بقرا قران انا وصحباتي، ولما طلعت من الجامع قصفوا الجامع ويش وحرمونا من الجوامع ومن المدارس. كنا نقرا بالجامع هذا كنا نتعلم فيه، لما كنا نقرا حرمونا من الجامع ومن المدارس، قصفوا الجوامع وقصفوا المدارس، احنا ايش ذنبنا احنا اطفال؟ دمروا المسجد، دمرونا نحفظ فيه القران، اطفال بحفظوا القران، ودمروا المدارس ودمروا البيوت، ايش ذنبنا احنا بالوضع هذا؟ حسب الله ونعم الوكيل فيهم. ايش رسالتك للعالم؟ انه تخلص الحرب عخير ونروح بيوتنا. حسب الله ونعم الوكيل. ايش نعمل؟ احنا يا ريت تخلص الحرب ونرجع لبيتنا ونخلص الحرب على خير.